السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي لدريس دو ياسمين، وكنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديالي كنالوا الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك وتابوناو الى مازال ما تابونيتوش، وعلى بركة الله غادي نبداو مع الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نوجدوا واحد البيتزا كتجي رائعة بحال تاع المحلات. خصكم تتبعوا معايا الخطوات وان شاء الله غادي تصدق لكم زوينة بزاف. غادي نحتاجوا هنايا 350 غرام تاع الدقيق الابيض، معلقه كبيره تاع السكر، معلقه كبيره تاع الخماره تاع الخبز، ثلاثه معالق كبار تاع الزيت، ومعلقه صغيره تاع الملح والماء باش غادي نجمعو. اول حاجه غادي ندير الدقيق ديالي هنا، غادي ندير الملح والزيت، الخماره غادي نديرها هنايا هي السكر، وغندير عليهم شويه ديال الماء، نص كاس ديال الماء، وغادي نخلطوهم مزيان هكا. الماء عندي الماء دافي، ماشي بارد وماشي سخون بزاف، يكون غير دافي. صافي، على هاد الطريقه هادي نخلطو هاد الزيت والملح هكا. دابا غادي نزيدو الخمارة، غادي نضيفو الكاس الأول، غادي نزيد غير واحد ربع كاس، ودابا غادي تقدروا تدلكوها بيدكم ولا ديروها في الماشينه تدلك. انا غادي نديرها تدلك في الماشينه، ومن بعد غادي نوريكم ان شاء الله التتمه تاع الوصفه ديالنا. كما كتشوفوا انا بديت درت العجينه ديالي في الطاجين، هي كتدلك، غادي نخليها تاجن واحد 5 دقائق ونريد عليها. صافي، كما كتشوفوا معايا هنايا العجينه ديالي ها هي تماسكت ولات ملسه، غادي نحيدها نقسمها على جوج ونديرها نديرها تختمر واحد 40 دقيقة. كيما شفتوا معايا هنايا درت عليها شوية ديال الدقيق من الفوق باش ما يلصقوش، وصافي غادي نخليهم يخمروا واحد 40 دقيقة ونرجعوا ان شاء الله باش نكملوا التتمة تاع البيتزا ديالنا. كيما كتشوفوا معايا غادي ندوزو نديرو الحشوة تاعنا. انا عندي هنايا واحد نص بصلة صغيرة مقطعة طويلة كيما كتشوفوا، عندي تقريبا واحد حرورة، الا خديتو غير لون هزو حرورة، الا خديتو ثلاثة دلوان ديرو بيناتهم ثلاثة حرورة. عندي واحد المطيشة كبيرة، واحد نتاع التومة، شوية ديال الكفتة، هنا عندي شوية البزار، شوية الزعتر، المطيشة نتاع المطيشة اللي كتشرى، والملح. على بركة الله غادي نبداو في كسرونة، غادي نقطع هاد المطيشة، تقدرو تحكوها ولا تطحنوها بحالي كيما غنطحنها أنا. أنا هنايا المطيشة بالعال هاد القشرة، بحال هكدا غادي نطحنها سوا بالخلاط اليدوي بحال هكا، سوا بالطحانة نتاع العصير. صافي، انا هنايا طحنت المطيشة ديالي كما كتشوفو، غادي نضيف عليها واحد جوج معالق كبار نتاع لاصوص، هكا غادي ندير هاد التومة هكا مكمولة، من بعد غادي نحيدها، شوية ديال الملح، ندير واحد شوية تاع البزار،
واحد شويه غادي ندير شويه نتاع الزعتر بحسب الذوق كي اللي يعجبك كثر يكثر اللي ما يعجبوش بزاف يديرها شويه صافي غادي نديرها طيب فوق النار غادي نخليها طيب واحد 5 دقائق ونتلاقاو من بعد باش نوريكم كيف تجي هانتوما كيما لقيتكم معايا لاصوص ديالي كتبدي تغلي صافي كنبقى نحركوها ونخليوها حتى تختار نيشان ونحيدها كيما كتشوفو معايا هنايا لاصوص ديالي هي وجدات صافي دابا غادي نخليها تبرد وغادي ندوز باش نصاوب باقي الوصفة صافي هنايا كيما شتو خديت مقلة درت فيها واحد شويه نتاع الزيت وغادي ندير فيها البصلة باش تقلى لي هكا غادي نقليها ندير واحد شويه نتاع الملح صافي غادي نقليها كما كتشوفو غير هكا مكنحمرهاش بزاف عاد لأنو غادي عاد تزيد تحمر لي شويه في الفران صافي غادي نحيدها وندوز ندير الحروف غير في نفس المقلة وهو نقلي بحالها نفس غتقلي غير واحد جوج دقايق هنايا كما كتشوفو معايا غادي ندير الحروف ديالي باش حتى هو يتقلى واحد 4 حتى 5 دقايق نقليه هكا بشويه بشويه ماشي كاع حتى يطيب لانه غادي يزيد يطيب في الفران ومن بعد نحيدو ان شاء الله صافي كما شفتوا معايا هنايا الحرور ديالي ها هو وجد كي كنحمرو كما هكا صافي دابا غادي نطفي عليه ونديرو على جنب باش نكمل باقي الوصفه هنايا درت الكفته ديالي حتى هي غادي نقليها واحد حتى هي واحد 4 ديال الدقائق نقليها على مهل ومن بعد نوريكم ان شاء الله التتمه نتاع هذا نتاع البيتزا ديالنا اذا كما كتشوفوا هنايا البيتزا ديالي هي خمرات دابا غادي نحيدها منا غادي ندير شويه نتاع الدقيق هنايا صافي كنصلحها بحال هكذا غتجيكم كتلصق ما تخافوش ديروا فيها غديروا لها الفرينه باش ما تلصق لكمش وصافي وطلقوها هنا هنا غادي نساعد بالبلاك كما هكا هاد الطريقه ونجيب هنا لاطا اللي غندخلها فيها الفران غادي نسرحها فيها هاد الشكل هذا وكنقدوها مزيان باش تجينا مدوره تجي زوينه كنحاولوا نديروها بنفس السمك مكلش جوايه صافي على هاد الشكل هذا غادي ندير نثقبها مزيان باش ما تنفخناش بزاف بحال هكا غادي ندوز ندير عليها صوص الطوماط ديالنا انا هنايا لاصوص درت غير على حساب وحده نتوما الا بغيتو ديرهم بجوج لاصوص طوماط غتدبلو هاد المقادير اللي عطيت لكم انا الاخرى غادي نديرها بيضه ونديرها بالكريم فريش ولاردون صافي كما كتشوفو معايا هكا كنديرو لاصوص ديالنا من بعد غادي نجيبو موزاريلا موزاريلا كتجيبيها رائعة للبيتزا غادي نجيبها نديرو على طريقة المطاعم كنديرو الفرماج هو تحتاني بهذه الطريقة هذه صافي كما شفتوا معايا هنايا درنا الفرماج دابا غادي نديرو البصلة
نسويها بحال هكا على هذه الطريقه. وغادي نديروا الحرور بحال هكا، وغادي نديروا الكفته ديالنا هي التاليه. صافي غادي ندخلوها للفران اللي سخونه مقبل على درجه الحراره 200، وغادي نخليوها طيب واحد 20 دقيقه ونخرجوها ان شاء الله. صافي البيتزا ديالي جاوجا كما شفتوا كتجي على هذا الشكل، هذا درت فيها غير لاغدون والفرماج. اذا متتبعيه كما كتشوفوا البيتزا ديالنا هي وجدات، كتجي رائعه بحال تاع المطاعم ميشان انتما كما كتشوفوا. انا غادي نقصها معكم باش تشوفوها كي دايره من الداخل، كتجي فتيه وفي نفس الوقت ارطبه زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وغادي تشوفوا ما غاديش تندموا. انتما شوفوا معايا كي كتجي رائعه، كطيب مزيان من التحت ومن الفوق وصافي كنحيدوها كتجي هكا على هذا الشكل زوينه بزاف. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بلايك وتابونا باش يوصلكم كل جديد، وبالصحه والراحه نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.